شكري يشيد بدعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للبرامج المصرية في مجال البيئة. مجلس الأمن يصوت اليوم على تشكيل بعثة مراقبة لوقف إطلاق النار باليمن. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لرفض البرلمان البريطاني صفقة البريكزيت. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. ثمن وزير الخارجية سامح شكري وتيرة التعاون الثنائي بين مصر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على مدار العام الماضي، إبان رئاسة المصرية لمجموعة 77 والصين، وذلك في كافة المجالات التنموية والبيئية. وأشاد سامح شكري خلال لقائه مدير البرنامج أخيم شتاينر بدعم الهيئة للأنشطة والبرامج والتي تقوم بها مصر في مجال البيئة، ولعل آخرها الجهود الوطنية الرامية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء. يصوت مجلس الأمن اليوم على تشكيل بعثة لمدة 6 أشهر تتولى مراقبة وقف إطلاق النار في اليمن والإشراف على انسحاب القوات المتحاربة. ويصوت المجلس على مشروع القرار والذي صاغته بريطانيا ويسمح بنشر ما يصل إلى 75 مراقبا طبقا لدبلوماسيين، وسيتم إرسال المراقبين غير المسلحين إلى مدينة الحديدة والتي يسيطر عليها الحوثيون ومنائها، إضافة إلى ميناء أصليف ورأس عيسى لفترة أولية وهي 6 أشهر. أعلنت مصادر ميدانية أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على بلدة سوسة الواقعة شرقية سوريا. وقالت المصادر إن السيطرة جاءت عقب هجوم شنته قوات قصد على معاقل تنظيم داعش عند الحدود مع العراق وبإسناد جوي من التحالف الدولي. أضافت أن سيطرة التنظيم الإرهابي باتت تقتصر على بلدة البغوص فوقاني وعلى قرى وتجمعات سكنية متصلة معها وتبلغ مساحتها مجتمعة نحو 15 كيلومتر مربع. فشلت إيران في محاولة وضع قمر صناعي في مداره بعدما لم يصل الصاروخ للسرعة المطلوبة. وأعلن وزير الاتصالات الإيراني أن القمر الصناعي الذي حمل اسم بيام أي الرسالة لم يستقر في مداره. وقال الوزير أن قمرا صناعيا ثانيا يسمى دوستي بانتظار الإطلاق، مؤكدا عدم تراجع طهران أو توقفها عن العملية. دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود إلى حل إيجابي بعد رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق البريكزيت، معربا عن أسفه للقرار الذي اتخذه البرلمان، كما حث المملكة المتحدة على توضيح نواياها في أقرب وقت ممكن. وأوضح أن عملية الموافقة على اتفاق الانسحاب مستمرة من جانب الاتحاد، مؤكدا أن اتفاق الانسحاب هو الحل الأوسط والاتفاق الوحيد الممكن لأنه يقلل من الأضرار الناجمة عن البريكزيت على كل من المواطنين والأعمال في كل أوروبا. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.